على الشجاعة. طبعا أبو جبل لازم نشيد فيه كذلك، لأنه عمل بطولة من بعد إصابة الشناوي ممتازة جدا جدا، صار شغل نتاع الستاف الإداري رائع على تحضير المباريات، على اختيارات، على اللعب على الإمكانيات رغم الصعوبات. بطولة ربحت فيها مصر احترام كل العالم، ربحت فيها فتوح اللي كبر بشكل كبير حسب رأيي، أنا جدا معجب بهذا اللاعب بإمكانياته، اكتشاف عبد المنعم، كمال، يعني في حاجات حلوة، ولكن الوقت ما تعرف في حجم منتخب مصر وصيف بطل أفريقيا اللي قابل بطل أفريقيا في التأهل لكأس العالم، يعني الوقت ما يرحمش، لازم شغل كبير. ولكن صراحة كنا كلنا كعرب فخورين بالمنتخب المصري وتحمسنا بشكل كبير معاه، وشفنا روح صلاح، وشفنا الإصرار الكبير على اللي والشكل الكبير اللي كلنا حبينا وكرهنا كعشاق كرة عربية، حبينا منتخباتنا يعطينا نفس الشكل اللي أعطاه لنا المنتخب المصري، الروح والقتالية والرجولة، وطبعا في جوانب فنية، في جوانب تكتيكية، في أمور كثيرة كان شجاع جدا. النص ساعة اللي لعبها في نهاية مباراة الفاينل والأوقات الإضافية كانت محترمة جدا جدا من المنتخب المصري، شعور أنك عملوا كل اللي عليهم الشباب. يعني بصراحة نرفع لهم القبعة 4 مرات في 120 دقيقة. مباراة كوت ديفوار كانت مباراة يعني رهيبة جدا، منافس قوي جدا. مباراة المغرب رجعوا في النتيجة وبروح عالية وأفضلية، رغم المنتخب المغربي كان احسن من المباريات السابقه، احسن من مباراته في مصر، ولكن المنتخب المصري عرف يرجع في النتيجه ويفوز بالمباراه. مباراه ساحل العاج شفنا، مباراه السنغال شفناها صراحه منتخب رهيب، ولكن مع هذا ما قدر يسجل عليك. وفي بعض المناسبات كنت انت كره مروان حمدي كانت تعطيك بطوله، يعني شوف في بعض الاحيان في جزئيات صغيره في الكوره، ولكن انا ما نشوفش عتب على اللاعبين ولا على كيروش ولا على هذه كره القدم في الاخير تلعبت على جزئيه واحده ضربه جزاء. على كل تحيه كبيره لكل اللاعبين والستاف لانه كانوا مشرفين كذلك، وصار عندنا مثل نموذج حتى في تونس انه يقول لك شوف دكه البنك المصري او بنك او يعني دكه بدلاء المنتخب المصري مين فيها؟ وحوش. يعني مع كيروش تحصل محمد شوقي، وتحصل يعني وائل جمعه، وائل حسام الحضري، والحضري، وحاجات الكلنا استمتعنا فيها، حسينا انه في روح كوره في هذا المنتخب، رغم ان نفس ما قلت لك يعني رغم الامكانيات واللعيبه ما كانوش خاصه في الهجوم يعني حسب التطلعات، ولكن في الاخير حسينا انه في شغل تعمل من برا وتطبق بشكل ايجابي داخل الملعب بالادوات الموجوده. طبعا كلنا نعرف انه المنتخب المصري ما فيش اليوم المهاجم اللي يفرق معك، ما فيش حسام حسن، ما فيش المهاجم اللي يعطيك اجوال. للامانه هذه حقيقه يعني لازم نقر بها. مازال هذا الشيء ومازال عندنا شويه في نص الملعب لازم نقوى ولازم نصير اسرع، ولكن يعني بالموجود صراحه نرفع القبعه للجميع، لكل من كان حاضر في هذه البطوله من المنتخب المصري، وفعلا شرفونا وشرفوا الكره العربيه الصراحه. يعني انا جدا تعاطفت مع المنتخب المصري.